gentlemen, it's a showtime! Basket Costard, un tonnerre d'applaudissements pour la big star from Sarah Jean, Lord Philadelphia! في عبد الله مرحبا بكم باللي يتفرجوا فينا الكل في ديارهم ولا حتى اللي قاعدين بحذا جيرانهم. مرحبا بكم اللي يتفرجوا فينا كل كبار وصغار. مرحبا بالببليك العالمي هذا ببليك بابت ليزيز اند جنتلمان بايا عبد الله شو تايم. مرحبا بكم في عبد الله شو تايم. انا جينيرالمون كنت ديما نحضر ستاند اب يعني وانا منشوك العشرة خمسة دقائق ندخل بهم باش نعملوا زاو باش نعملوا ضحكه باش ننقدوا. لكن اليوم البلاد قلت لكم كل جمعه نعيشوا في حدث. البلاد عايشه تحب ولا تكره، اللي يحبوا الكره ما يحبوش الكره اليوم عاشوا على حدث الشامبيونز ليج اللي تهزت في تونس. مبروك لتونس الكل. انا كي نحب نقول مبروك لتونس الكل، العباد تعرفني ما عنديش لا جهويات ما عنديش ما نفهم حتى شيء في الكوره، نفهم اي ايكيب تونسيه فرحتنا قدام العالم. نحن التوانسه اليوم شامبيون دافريك، مبروك للترجي وجمهوره. خاصة انها بارتي هبطت، الاولاد هبطوا بجرينتا بقلايب خاطرهم تظلموا تظلموا تظلموا، هذا اللي خلى البارتي وخلى الناس الكل العالم كل يتفرج فيها يتفاعلوا معاها. وخرجت لغه الفار وبرشا حكاوا على الفار وناس قبل قالوها وحتى حد ما رد باله وقال لك فار ينزل خابيه، فهمتي شو ولا ولد الفار يطلع حفار. واحد قلت له وين ماشي؟ قال لي ماشي باش نعمل كعبات في الفار. حكينا برشا على الفار، ناس فدت بالفار، فما ناس فهموا الفار ما فهموش الفار. انا نحب نقول لكم اللي توانسه مش انتقموا بركه انهم انتقموا وربحوا وهزوا الشامبيونز ليج. عندنا شكون انتقم وسرق لنا الفار؟ جابوا لهنا تختف تنتر الفار، دخلوا لنا الفار. باهي هذايا الفار اللي تقلبت عليه الدنيا. توا نحن باش نشوفوا باش نطلوا نشوفوا بيلانتي ولا يا صاحبي طل صاحبي خلينا نعاودوا نطلوا ما شفناش مليح. يا حكم يا مصر يا اللي نحبوكم العالم الكل ثبتوا معانا بيلانتي ولا خلينا نزيدوا نثبتوا برسمكم بيلانتي ولا مش بيلانتي. خليوني الفار هذايا عندكم غديكا، فهمتي شو ولا؟ استناو كان تحبوا تقعدوا مع الجمهور تبعوني خليكم معنا. عندنا ايميسيون اكسبسيونيل اليوم، عندي باش يكونوا بحذانا ابطال افريقيا الاولى ليله، باش يكونوا بحذانا ابطال افريقيا الليله، باش يكونوا بحذانا دي جرونز ارتيست، وباش يكون بحذانا الشامبيونز ليج بيدو هنا باش يجينا وباش نحكيو على الفار. ولد الفار كما قلنا يطلع حفار. استناوني باش نحكي لكم حكايه، استناوني غاديك اني راجع لكم. فار ثم نعود، فار ثم نعود. تفرجت في فيلم في جي سي سي وقبل الفيلم ما يبدا عداو بوبليسيتي عملتها جومي، عجبتني بوبليسيتي شدتني خاطر فيها هكا ان كوتي ارتستيك حلو، عاودت شفتها في التاسعه وشفتها في الانترنت. واللي جلب انتباهي اكثر في البوبليسيتي هذيا قالوا باش يعملوا بلاك فرايداي كيما الامريكان، الامريكان يعملوا بلاك فرايداي. قلت بالرسمي تو التوانسه وجومي باش يعملوا بلاك فرايداي، كلمتهم حكيت معاهم في التليفون بيسك خدموا معايا عام ناول، قالوا لي عندنا بلاك فرايداي باش يدوم ثلاثة جمعات مش نهار، من 16 نوفمبر ل 7 ديسمبر. معناها يا
يبدا من غدوه بلوتو الليله بعد نص الليل يبدا البلاك فرايدي هذا. جري رمو في بلدان اخرى يعملوا بلاك فرايدي نهار واحد هذوما دخلوا قالك ثلاثه جمعات ورا بعضهم تلفزه 32 بوس ب 399 دينار اكاهو، سمارت فون ب 99 دينار اكاهو، مناقل دو جروند فالور يتيحوا ل 80% رميز تخفيضات بلاك فرايدي كاسع. دخلوا دخله قويه اسواق متكاسحه. قلت لهم وقتاش ترجعوا معنا خاطر عملوا معنا؟ قالوا لي من توا نرجعوا معاكم وعندنا هديه للجمهور اللي يتفرجوا الناس في عبد اللي شو تايم باش يربحوا المشاهدين نتاعي ايفون. الايفون هذايا كيفاش تربحوا؟ تدخل على السيت نتاع جوميا.ان تلقى ايفون مخبي في السيت لكن مش في الكاتيجوري نتاع التليفونات، في الكاتيجوري الاخرين احوايج لي كاتيجوري الكل. اللي يلقاه الاولاني كيفاش تعقلوه؟ تلقاو الايفون هذا فيه اللوجو التاسع. الاولاني اللي باش يقيد ويكمانديه هو باش يربحوا التليفون. وتوا نذكركم اللي جوميا هما السيت رقم واحد في الفونت اون ليني في تونس، في احسن الاسوام، في 40,000 ارتيكل تخلصوا كاش على ليفريزون وسكي بيان في جوميا ساتيسفي او رومبورسي. ما يعجبكش الارتيكل ما تخلصوش. ميرسي جوميا، ان شاء الله ديما شايفين.